علوة هو مكان عالي هضبة. ولكن هذوك الناس ديال ديك المنطقة يعني كانوا ناس هو تيهضر معك وفي نفس الوقت كيقول شعر ولكن تيقول كلام كبير يعني. هذا هنا المعمر الفرنسي تم طالع المناطق الشاوية، فهذاك الناس ديال العلوة اللي كانوا كيهضروا كيخاطب الناس اللي قال غادي العلوة جي نوصيك بعدها.